إذا المشاهدين الكرام، من بعد الرياضة الصباحية اللي حسناء قالت لازم أني أنصح نفسي، حاضر نفسي في تاخذش للجيم. والله قد كلامك؟ اي والله. يلا اوكي طبعا. اوكي، اليوم محورنا لهذا الصباح راح نتحدث عن جانب جدا مهم، وهو عملية التصدي للمعاناة الإنسانية أينما حدثت، والرغبة في تقديم المساعدة لكل إنسان بدون تمييز، والحيلولة دون حدوث مآسي إنسانية في أي مكان، مع إبداء اهتمام خاص بالمجموعات السكانية الأكثر فقراً، والهدف منها حماية الأرواح والصحة لضمان احترام الإنسان. وهنا نجد عملية تقديم المساعدات الإنسانية من دون تمييز على أساس الأصل العراقي أو الرأي السياسي أو الجنس والجنسية أو الدين، فيكون تقديم المساعدات على أساس الاحتياجات وحدها لتكون الإغاثة للأفراد المنكوبين طبقا للأشد حاجة. هذا أكيد ما يقوم به أبطال رابطة خادم الفقراء الإنسانية اللي راح يكون ضيفنا اليوم داخل استوديو يوم جديد، مسؤول الرابطة الأستاذ حسين السعيدي. يسعد صباحك. صباح الورد. الله يبارك بكم استاذ، اهلا وسهلا، نورتنا اليوم. الله يبارك بك. هذه المره الثانيه. المره الثانيه بالضبط. خلينا نذكر المشاهدين بيك. نعم. وبطريقه حلوه باسلوبك الجميل. عرفنا عنك وعرف المشاهدين من حسين السعيدي. نعم يا حبيبي، اول بدايه شكرا لله الذي وفقنا على خدمه الفقراء. ثانيا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره والثابتين على خط محمد وآل محمد. ثالثا شكرا لقناه الرشيد الفضائيه لتسليطها الضوء على التجمعات والمنظمات الانسانيه. بصراحة حسين السعيدي مسؤول رابطة خادم الفقراء الإنساني. طيب أريد أعرف من عندك، بما أنه نتحدث عن هذه رابطة خادم الفقراء الإنسانية، بأي سنة وشنو عملها بالضبط؟ نعرف أنه هو إنساني، بس تتحدد بشنو بأي سنة تم تأسيسها؟ إحنا تأسست الرابطة عام 2014 كبداية الرابطة، الحمد لله رب العالمين. دعم من خلال التواصل الاجتماعي. جيد. عندنا ما يقارب الآن 8 صفحات باسم خادم الفقراء. جيد. كذلك احنا بصراحه نشكر علوه الشعلي لدعمها المتواصل لرابطه خادم الفقراء، يدعمونا من 2014 لحد هذا وقتنا. حلو. يعني طيب. معتمدين فقط عليها بالمساعده. نعم، بالمخضر وهاي الامور يعني. حلو. يعني بحيث اذا نطب لهم بألف دينار نطلع مليونين مليونين. هو انا هسه بدي اسالك، يعني اليوم موضوع تقديم السلات الغذائيه اللي يوزع على الناس المحتاجه بالاتفاق مع العلوه مثل ما ذكرت. نعم. طيب هنا التوزيع يكون اسبوعيا شهريا، وشون يكون الاتفاق مع اهل العلوه؟ شهريا التثحملات نقوم بها. حلو. هاي بس من العلوه يعني، جزاهم الله خير، مشكورين يعني. نعم. حاج حمود منقاش وكذلك جليل الغراوي، الله يبارك كلهم بيهم. اهل المكاتب ربي يحفظهم ويبارك فيهم ان شاء الله. يعني كل شهر 3 حملات نقوم بها، بس سلات هاي خضروات يعني غير الغذائيه اللي نقوم بها. اي نعم. شلون بدات انه يعني عذرا حسناء تقنعهم بانه صح. يتعاونون وياك؟ شلون يكون المردود المادي لهم؟ بصراحه هم اصدقاء يعني قبل ما يكونون يعني. الحمد لله رب العالمين. نعم. فيعرفوني يعني انا من زمان مساعده العوائل وما ادري شنو، فثقتهم يوم عن يوم قامت تزداد من خلال التوثيق والنشر الحالات الانسانيه. فالحمد لله رب العالمين، ما يقارب هسه 37 الى 38 من علوه الشعلة هم ما شاء الله. عدا هذا الموضوع بالرابطه حسب معلوماتنا. نعم. اليوم اكو ترميم، اكو علاجات للمحتاجين. نعم. حالات انسانيه. أحسن. كمرضى. أحسن. بالاضافه الى صيانه وتعديل الشوارع وكل هذه الامور، هل يا ترى هذا بمجهود شخصي ام الاتفاق وبمساعده امانه بغداد؟ لا بصراحه ست، احنا اليوم صبغ الارصفه زين. تنظيف الشوارع نقوم بها، ترميم المنازل، يعني هاي كلها والذاتية من خلال المتبرعين يتبرعون لنا، فاحنا نطلع للشوارع. وبالنسبه للعلاجات شلون يتم العلاجات؟ يعني تجينا مناشدات. اوكي. عبر التواصل الاجتماعي نروح نشوف الوضع مالتهم زين، اذا يحتاج يعني نخابر، عندنا اطباء دكاتره جزاهم الله خير، فهم يوفرون لنا العلاج ونروح نوديه لهم. ممتاز. يعني الحمد لله. اليوم اي مريض يكون بحاله صحيه غير جيده، الاتفاق يكون مع عمليه تعرف لازم يكشف عنه. احسنتم. لجنه كشف، عندنا لجان كشف تطلع عليهم. يعني احنا ما يقارب في جانب الكرخ والرصافه توجد لدينا 1500 عائل بين العوائل المتعففه والعوائل الشهداء يعني. ممتاز. حلو. طيب هنا حسين، يعني احنا كنا نعرف منظمات الدعم. نعم. الرابطات اللي تساعد الناس والفقراء المحتاجين يواجهون امور ايجابيه وسلبيه، تحدثنا عن الايجابيه. نعم. باجمل صوره، واكيد هي كلها ايجابيات. نعم. لكن بنفس الوقت اكيد اكو امور سلبيه. نعم. شنو الامور السلبيه اللي تواجهوها من ناحيه يمكن الاتفاق او التوزيع او الكشف مثل ما ذكرت حسناء؟ فحدثنا عن هاي الامور السلبيه. بصراحه استاذ يعني بعض المرات نطب الاماكن المنكوبه وهاي يعني يتجاوزون عليك، هاي من هاي الامور. أوف. يعني الله شاهد، يعني نطب الحالات مأساوي يتجاوزون عليك. احنا بصراحه استاذ نهائيا نصور بس فريقنا. طيب ليش هذا التجاوز؟ التجاوز اليوم يقول لك هو عده. يعني البارحه شخص عده مولتين.
يعني تحرينا على الموضوع ما تعد مول، ليش ما تطون سلة تجاوز عليه؟ الله شاهد اكو غيرك اولى من العوائل اكو المحتاج. اولى يعني وعندنا جروداتهم ومستمايرهم، فاحنا لازم نجرد عليهم طبعا. فيعني هيك واصله هيك يعني هذه السلبيات. طيب بالتعامل يعني حسناء قبل شويه طرقت لموضوع العلاجات وللمرضى، هنا تعاون الاطباء وياكم، تعاون الصباغين اللي تختاروهم بصبغ الارصفه، الخلفات بترميم المنازل، نعم شلون تقدر تتفق وياهم؟ شلون تقدر؟ كلهم يعني متطوعين ويانا بالرابط. كلهم اصدقاء؟ كلهم اصدقائي اقرباء يعني بالعلاقات نضبط الوضع. احسنتم احسنتم من هذا الباب. احنا نشكر الاخ عمار العتابي وكذلك حسام العتابي، كلهم يعني الاخوان اللي بالرابطه جزاهم الله خير. يعني انت كل ابطال الرابطه جايبهم بمجالات واختصاصات تستخدمها. احسنت استاذ من هذا الباب. حلو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. زين اليوم ذكرت 1500 عائله، نعم، على جانبي الكرخ والرصافة. من نشوف أكثر المناطق بها عوائل فعلا منكوبة، فعلا تحت خط الفقر، فعلا متعففة وتحتاج المساعدة؟ نعم. بأي مناطق أكثر شيء؟ بصراحة منطقة تشكوك وكذلك معسكر رشيد. أه. يعني مناطق منكوبة عن بكرة أبيها بصراحة، ويكون بها أعداد العوائل أكثر. أعداد العوائل تقريبا ما يقارب يتجاوز الألف وأكثر. أي الله شاهد. فيكون التركيز عليها. أحسنتم من هذا. فقط ببغداد؟ في بغداد، وكذلك عندنا رابطة إنسانية قيد النشر هسه في كربلاء المقدسة، وكذلك جاي نبحث في الناصرية. أحسنتم. حلو. رب العالمين. قبل قليل ذكرت حسناء وأنت وياها حكيتوا عن الكشف. نعم. اللي أكيد لازم تعرفون هذه العائلة فعلا محتاجة. نعم. هذه العائلة يعني أحسنتم. صح عندها عوز مادي وفقر. نعم. طيب هنا هل من الممكن أنه عندكم من ضمن الأمور والفقرات الموجودة بالرابطة الارشاد، بمعنى انه مثلا اكو ناس عاطله عن العمل هوايه اليوم؟ نعم صح. ما عندهم معيل وما يشتغلون. أحسن. فممكن انت يعني ستة متفق ويا صباغين ويا خلفات ويا نعم. العلوه ويا اطباء ايضا. صح. طيب اكو اتفاق مع ناس ممكن انه هي تعين العاطلين عن العمل او تشغيل الايدي العامله؟ نعم. انا قبل ايام نشكر النائب المستقل حسن قاسم الخفاجي، نريد نعم. من الله ان يحفظه ويسدد خطاب حق محمد والي محمد. قال ابو علي اي شخص عاطل عن العمل احنا نقدر نوفر له عمل بدون مقابل. اي فجزاه الله خير يعني بصراحه. عينتوا ناس ان شاء الله فايلاتهم هاي استمايرهم ان شاء الله راح يقومون بتعيينهم اذا الله راح. اها حلو. يعني نعم. هذه الفقره هي مستحدثه الحمد عندكم لله. اي نعم. تشغيل الايدي العامله والعاطلين ان شاء الله. طيب بما يخص هذه الرابطه، قبل قليل ذكرت انه احد الجهات هي داعمه لكم. نعم. صحيح. دعم حكومي موجود اليوم، يعني من 2014 تم تاسيس هذه الرابطه. نعم. لغايه هذه اللحظه بها كثير من المساعدات اللي تقدمت للناس، كثير من التفاصيل الايجابيه. نعم. هل يا ترى اليوم صار تدخل حكومي حبوا انه يعني تكون مساعده فيما بينكم لو فقط مجهود؟ لا بصراحه يعني احنا مبتعدين اصلا نهائيا يعني. انتم اللي احسنتم هم كذلك يعني ماكو اتصالات ماكو من هذا الباب يعني. اه حلو. كذلك احنا مبتعدين الحمد لله رب العالمين يعني جهود ذاتيه، واحنا نشكر يعني بصراحه الجاليات العراقيه بالامارات وبالسويد دعمهم المتواصل لنا الحمد لله رب العالمين. ايش قد عددكم اليوم اللي موجودين بهذه المؤسسه الشباب المتطوعين؟ نعم 25 الى 30 شخص فقط. نعم خير وبركه. كلكم نعم. شباب او استاذ اقطع سالفتك بخير. يعني احنا كل منطقه مخلينا يعني شلون مجموعة الشباب هم كذلك يشرفون على العمل وهذا. زين بصراحة هذول الشباب هل يا ترى بهم موظفين؟ يعني تعرف اليوم كشاب عنده مسؤوليات، عنده التزامات، عنده عمل، فأكو شباب موظفين؟ بصراحة هذا اللي يشتغل عماله وهذا الموظف. هو هذا اللي أريد أسلط الضوء عليه، هم أكثر الناس يمكن محتاجة للمساعدة. شوفه يحس بغيره. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم ست. احنا بصراحة يعني يقول لك ما يحس بالفقير إلا الفقير. إلا الفقير. الحمد لله. يعني أنا صغير الله شاهد يعني أستاذ. كنت انام على المخده اقول يجي يوم مساعد الفقير يعني. والحمد لله رب العالمين الله وفقنا بصراحه لخدمه هاي الناس، لخدمه هاي الشريحه المظلومه. واحنا من خلال قناه الرشيد الفضائي اي عائله محتاجه يقدر يطب على صفحه خادم الفقراء، عندنا 8 صفحات، كذلك عندنا ارقام تليفوناتنا في داخل بغداد وخارج بغداد نكون احنا بخدمه. حلو. طيب اكو يعني اكفد نقطه يمكن هي موجوده يمكن انا اعرفها حسناء تعرفها. نعم. اكو ناس عوائل وشباب اتكاليين. احسنتم. صح. قبل شويه ذكرت قلت واحده من العوائل عندهم مولدات اثنين. صح. ويقول ليش ما تعطوني السلات الغذائيه؟ طيب هنا أنا اكيد واجهتوا شباب اتكاليين، اكيد واجهتوا عوائل اتكاليين عندهم، لكن يقول لك انا اللي يجيني هذا بالبلاش. احسنتم. خلي اخذ منهم وخلي ينطوني، هنا شلون تتعامل وياهم؟ بصراحه ننصحهم. يعني اليوم انت اللي عندك مادي عندك يعني تجي اكو عوائل اولى من عندك. صح. يتقبل النصيحه؟ اكو بيهم يتقبل النصيحه واكو بيهم لا. شنو ردة فعلهم تكون؟ يعني يردك يقول لك انا ما عندي وانا شو اسمه هاي
وإذا كان فعلا ما عنده وبحث أنه عن وظيفة عن عمل، هل يا ترى اليوم ساعدوه بإيجاد عمل؟ بصراحة يعني حتى أهل المكاتب مال علوة الشعلين نوجه لهم ألف تحية، قالوا أبو علي أي واحد ما عنده شغل ما عنده عمل إحنا نقدر نوفر له بالمكاتب مال علوة يطلع به. زين، هذا يقودني لسؤال آخر اليوم. أي شخص يعني حتى ولو كان أيا كان وضعه حب ينضم لهذه الرابطة، شنو الشروط حتى يكون الانضمام لها؟ احنا بصراحه ست ما يعني بصراحه ما مخلين شروط، اي شخص يعني استقبله نكون احنا بخدمته. يعني اكو استماره عن طريق شنو يتم التقديم؟ لا بصراحه يتواصل ويانا ويا الرابطه. اذا يكون منطقته منكوبه هو يكون مشرف هناك يعني بالمنطقه مالته. اي يعني اكو بيج خاص بيكم؟ احسنتم، هي بيجات ما يقارب 8 صفحات باسم خادم الفقراء. واذا كان شخص من خارج بغداد حاب ينضم لهذا الفريق؟ ماكو مشكله، يكون مسؤول على منطقته يعني هناك. في اي محافظه يكون؟ زين، نشوف الاليه شنو، التعاون شنو. انت ذكرت راح يكون ان شاء الله ايضا بكربلاء، في كربلاء والناصريه ان شاء الله، والناصريه اذا الله راد. الله يسهل. حلو. طيب حسين، ليش ما قدمتوا فد مناشده الى الحكومه العراقيه، الى وزاره العمل او الى اي وزاره ثانيه تدعمكم، تقدم لكم احتياجاتكم، توفر لكم الاكثر اللي يحتاجه المواطن الفقير اليوم؟ صح. لو قدمتوا مناشده وما حد سمع؟ لا بصراحه ما ناشدنا. ليش ما قدمت مناشده؟ لو تحب انت دائما يكون مجهودك ذاتي. احسنتم، جهود ذاتيه تكون افضل يعني انا بالنسبه لي. ما حتى ولو جهود ذاتيه اليوم للامانه مثل ما يقول لك نحكيها بالعاميه ايد واحده ما تصفق. زياده الخير خير. زياده الخير خيرين بالضبط. صح. فانت اليوم يكون اكو دعم حكومي، انت تدري الكم اذا كان من اصل 1500 عائله ايش قد راح يكون عدد العوائل بالعراق على جانبي الكرخ والرصافه، راح تقدموا لهم المساعده بوحدهم. طبعا يصير اكثر. احسنتم، ايد واحده ما تصفق الا بالضبط. نعم نعم، بالتكاتف والتعاون وان شاء الله احنا يعني الخطوه الجايه ان شاء الله راح الله راح ان شاء الله. طيب حسين، احنا اكيد مقبلين على هذه الايام الجميله. نعم. شهر محرم الحرام بالضبط. شنو راح تكون خطواتكم لهذا الشهر؟ شنو راح تقدموه اذا كان للزوار او الناس اللي محتاجه او الى اخره؟ والله ان شاء الله يعني احنا خدمه الزوار ابو عبد الله سلام الله عليه، ابو عبد الله الحسين، فنخدم يعني في زياره موسى بن جعفر. يعني اكو حملات عندكم في شهر محرم ان شاء الله. انا قبل قليل يعني اتصل علي الحاج حسن شومان والحاج سرمد ابو جعفر، نريد من الله ان يوفقهم بحق محمد والي محمد جل ابو علي ان شاء الله 10 مبردات جايته. حلو. والسيد عباس كذلك نشكره، تبرع لنا 200 سله غذائيه هسه قبل قليل الحمد لله رب العالمين ان شاء الله. يعني الحمد لله. يمكن حسنات توافقني الراي وانت اكيد. اليوم يمكن اكو على منصات التواصل الاجتماعي. نعم. اكو على واقعنا على ارض الواقع اكو روابط، اكو دعم اللي يساعدون بالفقراء. نعم. يستغلون هذه الامور. احسنت. صح. من تجي هذه المساعدات ياخذ ويقول لك اني انطي لكم عائله والباقي اني اللي اخذه. يستفاد من عنده يعني، بمعنى انه هنا شلون كسبت المصداقيه من خلال بينك وبين المواطن المحتاج وبين الناس الخيره اللي تساعده. استاذ، من خلال التوثيق. يعني اليوم التوثيق لعب دور كلش يعني. اللي هو تصور. احسنت. تصوير الفريق مالتنا شلون نطوب وشلون نوزع للعوائل. كل العوائل تقبل تصور؟ لا بالنسبه يعني ما نطلعهم، نطلع بس فريقنا. ها تصور المساعده اللي راح توصل للباب. عافية عليك من هذا الباب. بس إيه؟ التسليم العائله ما تطلع. احسنت. العائله ما تطلع. اكو عوائل توافق ممكن انه ذاتي تصورها وتتحدث عن مناشدتها؟ ماكو مشكله، اكو عوائل تقول لك من كثر العوز يعني تعال صورنا. تقول لك مستعده ما عندي مشكله. مستعده يعني. شو اكثر حاله بالعوز شفتها اللي لحد الان ما تفارق خيالك وذاكرتك؟ يعني بصراحه قبل فتره رحنا العائله يعني الاب مالتهم ميت وهي بس مره لا عندها اطفال لا عندها، مره تجاوز عمرها تقريبا 60 سنه وهي الله يكون قاعده يعني بصراحه استاذ بخرابه يعني خرابه يعني الله شاهد. فرحنا كشفنا عليهم ما ادري شنو، سالنا العالم قالوا خطي هاي المريه وحدها لا عندها ولا ثلاثه. فبصراحه اخذناها قعدناها بشقه والحمد لله رب العالمين. هي هاي الفرحه بشقه قعدنا كفنا. احسنتم من هذا الباب. فيعني هاي فرحه لا توصف الله شاهد، دائما تدعينا بالتوفيق والحمد لله. يعني هذا جانب اخر من يمكن سمعناها يعني اليوم دفع الايجار واكيد. نعم. المصاريف البقيه الاخرى ما يقارب 20 الى 25 عائله جاي ندفع لهم ايجارات شهري. وهذا شلون يصير يعني هذا المبلغ؟ تعرف يعني اقل شيء ممكن 500,000. نعم. المولد، الانترنت، الغيره، بقيه الامور، المسواق بشكل يومي ست يعني من خلال متبرعين يعني تجار في بغداد. الحمد لله طبعاً. الحمد لله الناس الخيره لو خليت قلب اكيد ونعم بالله. كم عائله اليوم متكفلين بها بهذه الرابطه؟ يعني استاذ هي 1500 عائله. 1500 عائله بالضبط ان شاء الله على جانب الكرخ والرصافه. زين اليوم ذكرت
اكو كثير من التفاصيل اللي تقوم بها هذه الرابطه، صيانه الشوارع والصبغ وترميم البيوت، العلاجات وكثير من الامور الاخرى. اللي دا اعرف مشاريع الرابطه بالمستقبل القريب اللي راح تبصر النور ان شاء الله، إن شاء شنو غيرها؟ اكو مشاريع ببالكم والله حابين ان شاء الله نريد نصير نفس اخوي سيف عباس قطوف ابو الحله، يعني بصراحه يعني ان شاء الله عندنا مشروع ان نخطط نسوي لنا قاع سكنيه ان شاء الله ونطلق عليها مجمع بركات الحسين، بس هسه قيد النشر ان شاء الله. ان شاء الله عندنا دور سكنيه احسنتم العوائل المتعففه وكذلك عوائل الشهداء، وعندنا هسه ان شاء الله جاي نحضر لحمله، اكبر حمله راح تشهدها بغداد 5000 سله غذائيه ان شاء الله، هسه جاي نجهز بها الحمله ما شاء الله. بس الموضوع مكلف بالنسبه لي، الدور السكنيه شلون هذا راح يكون موضوع بالاتفاق مع منو؟ هل يا ترى من الان وجدت متبرعين؟ اكو متبرعين نعم اكو، اي يعني الحاج سرمد ابو جعفر جزاه الله خير، يعني هم اكبر تجار بالشرق الاوسط يعني ما شاء الله ذهب وهاي، فجزاهم الله خير. قال ابو علي ان شاء الله التكاتف وياكم ما يكون خاطرك الا طيب، فالحمد لله هاي يعني تزيدك فخر. يعني انا يقفد نقطه استوقفتني ارجع بها وياك الى البدايه. نعم. اللي هي الك، قلت انا من خليت راسي على المخده، قلت هم يجي يوم واساعد الناس. ليش طلع عندك هذا المنطلق مساعدة الناس المحتاجة؟ ما حد يقدم على شيء إذا ماكو عنده، ما تكون غصة بداخله أو موقف عايشه هو أو بما معناه أنت مريت بظرف. صح. ليش هذا المنطلق بدأ عندك وأنت؟ أستاذ يعني هو الوالد اللي علمنا على هذا الشيء، هو اللي علمنا الإنساني، علمنا الطريق الصح. الله يرحمه برحمته الواسعة، يعني قبل 40 يوم هو توفى الحمد لله. الله يرحمه. الله يبارك فيك. يعني فعلا احسنتم للامانه انت وكل الشباب اللي موجودين بهذه الرابطه واي شخص اليوم ينضم. انا للامانه يعني ايضا مناشده مني ومن مصطفى ومن القناه باسم هذه الرابطه، اي شخص اليوم بعيدا عن موضوع الحكومه ودعمها، لان اليوم الحكومه اذا حابه تدعم ما يحتاج مناشده من عندنا، هذا الشيء راح اسويه بدون اي مناشده. لكن اليوم الشباب الخيره، العوائل مثل ما ذكر احد الاشخاص اللي هم تجار يقدر يساعد، حتى لو كانت يابا مو شرط الا تاجر، يقدر حسب مقدرته الماديه يساعد حتى لو ما ينضم لهذه الرابطه. مو الا بس يساعد حسين السعيد اليوم يساعد، هو يساعد، يشوف عوائل يمه هو يساعدهم، يعني ماكو مشكله اليوم لما يساعد له فقير ومسكين، هاي يعني هي الدنيا زائله الله شاهد يعني. اكيد فلازم واحد يسوي له جويده تاخذ وياك بس حسناتك وزينتك. مستحيل سويتها بالدنيا. احسنتم عافية عليك. الله يبارك فيكم. الله يبارك. يعني احنا فخورين بيك. الله يطول عمرك. وكل ابطال الرابطه اكيد الله يبارك يعني فيكم. الله يحفظكم الله يحفظكم. هذا الجيش الكبير، الجيش الجرار اللي يقدم هذه المساعدات واللي يعمل ليل مع نهار على انه يساعد ودؤوب على الكشف والارشاد وتقديم وصيانه وعلاجات، وهم اكثر الناس الشباب المحتاجين. بالضبط. يعني هنا فعلا ما حد يحس بالفقير الا الفقير. طبعا لا تفكر انه وماكو انسان يقدم على هذه الخطوه اذا ما كان شبعان اخلاق، شبعان تربيه، وشبعان احترام لذاته وللمقابل. فانت لانك شبعان من كل هذه الصفات، الله يبارك، ولانك تربيت على مبادئ صحيحه لوالدك الله يرحمه ويغمد روحه الجنه، فاكيد بنفس الوقت انت على هذه المسيره وده تقدم مساعدات وده تدعم الناس الفقيره. وانا كلش حبيت تسميه الرابطه على فكره يعني، فالله يديمكم لهم يا رب ان شاء الله. وانا دائما اقول العيب مو عيب الفقر المادي، العيب فقر الاخلاق اللي بدينا اليوم نفتقده بشكل جدا كبير. فقر الاخلاق والانسانيه. الله يحفظك. شنو الرساله اللي حاب توجهها؟ اول بدايه بصراحه قبل الرساله استاذ احنا نشكر امهاتي، يعني والد متزوج اثنين الحمد لله، هن وياي يعني رابطه نسويه، رابطه عون الفقراء، كذلك مرتي الحمد لله، يعني هن مساداتني يعني ما يروحن للعوائل يشوفون شنو معاناتي، يعني النساء تعرف احنا ما نقدر يعني طبعا اي فيشوفون شنو احتياجاتن، هاي يعني هن ساداتني هن بظهري الحمد لله الله يحفظهن لي ان شاء الله. كلش حبيت يعني كعائله اليوم مو فقط بهذه الرابطه منضم شباب، حتى اليوم عائلته زوجته ويعني والدته، فالله يعطيهم صحه وعافيه ان شاء الله يا رب. حسين احنا نريد من عندك كلمه اخيره، نصيحه، مناشده توجهها ايا كان باسم الرابطه. بصراحه احنا نطلب من التجار ان يوقفون للفقير، ان يوقفون للفقراء الله شاهد، يعني لان هي خدمه الناس يعني كنز الله شاهد. صح. الله العظيم. فاحنا بصراحه نقول لهم انتم روحوا ساعدوا الفقير، مثل ماكو مصداقيه وهاي انت روح ساعد الفقير اليوم. فعلا اذا اليوم ما عندك ثقه اليوم برابطه، نعم، ما تعرف فلوسك او مساعدتك او ايا كان اللي تقدم، نعم، مساعده وين يروح، فانت من يمك؟ من يمك العوائل اللي تعرفها بالمنطقه، نعم، ايا كان انت قدم المساعده وخلف الله عليك، ما نريد من عندك شيء.
نورتنا حسين، احنا جدا سعيدين بك. تحياتنا للشباب اللي موجودين بهذه الرابطه، وبهذه الرابطه وبهذا الدعم، لانه احنا اليوم خط الفقر اللي عندنا بالعراق جدا كبير. الناس اللي محتاجه، الناس المنكوبه، الناس اللي تعبت، الناس اللي قاعده بدون شغل، الناس اللي اليوم تم اهمالها من قبل الحكومه العراقيه، الناس اليوم اللي ما قدرت تتعين، الناس اللي عندها شهداء، الناس اللي عندها مرضى. يعني احنا مرات نفتح اتصالات اني وحسناء بالبرنامج ونسمع مناشدات الناس، واي يعني نكون مخصصين موضوع، ينفتح الف موضوع صح من الشكاوى والمأساة. يعني بصراحه الله شاهد، وانت دا تعيش هاي الحاله ودا تمر وياهم ودا تشوفهم ودا تخالطهم، وما شاء الله يعني تقول كم جدا هائل من العوائل. فاتمنى لك يا ربي كل بميزان حسناتك. مو قليل 1500 عائله صراحه. المتبرعين اذا يمكن مثل احكي بيهم يمكن يراد لحلقات. طبعا انا ذكرتها انه 1500 مو قليله ابدا. اكيد يمكن اكو ناس من المتبرعين ما يحبون ينذكر اسمهم. اي نعم صح، هو يقول لك هذه بيني وبينك وبين ربي يكون رياء رياء بعيدا. بالضبط. نورتنا حسين، شكرا. الله يكثر من امثالك وامثال الشباب اللي موجودين بالرابطه، والله يبارك بشوف كل شخص اليوم فعلا دا يقدم المساعده من قلب خالص. شكرا لك حسين. اذا مشاهدينا الكرام، اليوم الانسانيه والرحمه هي منبع بذاتك بمبدأك. اتمنى من كل شخص اليوم مثل ما ذكرت حسناء وضيفنا اليوم بمقدرته انه يساعد اي انسان ويزرع له البسمه. لا تقصرون أبد. ماكو اجمل من زرع اليوم بسمه وفرحه لكل شخص محتاج. ماكو اجمل اليوم من انه احنا نساعد الناس ولو بابسط الامور. وخلونا نبتعد عن التكبر والتعالي وموضوع اليوم المكابره اللي عند الانسان، انه انا ما دمرنا غير المكابره. بالضبط، انه انا والله عندي وما احس بالفقير. ما يحس بالفقير الا الفقير. أما حديثين نعمة اليوم الموجودين وحدث ولا حرج، هذول اللي هم خارج نطاق الإنسانية والرحمة. والله يعم علينا السلام والأمان والرحمة بفضل اليوم الله وضيوف ضيفنا لليوم وكل أبطال الدعم لكل فقراء عراقنا الحبيب. خلونا وياكم ننتقل إلى فاصل وبعدها نتواصل بكل فقراتنا اليوم.